لكن انا علاقتي بمثل بتكلم على عمر مثلا، انا علاقتي بيه كويسه، جه بيتكلم معايا وهو يعني هل نسقتوا مع بعض او منسقين مع بعض في حاجه؟ والله لا، انا لا. مش منسق مع اي حد في حاجه. يعني انا غير اول امبارح كنت في قناه معينه وكان معانا الدكتوره ميرفت والاخ نعم اسمه، كان معانا حد يعني مش في. وبعدين انا واحد بعد ما خرجت هي قعدت اتفرجت عليا، قلت ليه انت بتتكلم كويس، افكار جديده، مساحه رؤيه مستقبليه كويسه جدا. فقلت لها لو في نصيب ان انا نجحت هتكوني موجوده معانا.